حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع إخباري دولي يتحدث عن طفلة يمنية طلبت من الحوثيين أن يسجنوها إلى جوار والدها. الشرق الأوسط، اتهامات ترامب، أوباما خرج من البيت الأبيض وتركه دون ترميم. بي بي سي، القبض على رجال إطفاء بإيطاليا يشعلون حرائق عمدا لتلقي أجر إطفائها. أهلا بكم. ماذا تقول طفلة رأت والدها خلف قضبان السجن؟ وفقا لموقع دولي، عندما شاهدت الطفلة والدها الصحفي توفيق المنصوري في سجون الحوثيين صرخت: احبسوني مع أبي. هذا كلما قالته التوكل ذات الأعوام الثمانية، طبقا لموقع ارفع صوتك. مضيفا: صرخت الطفلة باكية وهي متشبثة بثياب والدها الصحفي توفيق المنصوري عقب تمكنها مع والدتها من زيارته للمرة الأولى في أبريل الماضي داخل سجن جهاز الاستخبارات بصنعاء، حيث يقبع هناك للعام الثالث على التوالي مع 9 صحفيين آخرين. واضطرت زوجة الصحفي المنصوري ووالدته مؤخرا للانتقال من قرية ريفية إلى صنعاء كي يتسنى لهم زيارته في المعتقل بين الفينة والأخرى. يقول شقيقه عبد الله المنصوري: يسمح لنا بزيارته مرة أسبوعيا وأحيانا مرة في الشهر لمدة بين ربع ساعة وساعة واحدة. أضاف عبد الله وهو صحفي وناشط حقوقي: أطفاله الثلاثة توكل ونوران وثائر يتساءلون يوميا عن والدهم. توكل تدهشني وهي تلون دفاترها المدرسية بعبارات: الحرية لأبي الغالي، الحرية للصحفي توفيق المنصوري. في الشأن المحلي، علق السياسي اليمني البارز سفير اليمن في المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان على إطلاق الحكومة مشروع إعادة ترميم وبناء ما دمرته الحرب في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في سياق مقال نشر في ماندا بريس ومواقع أخرى. ويقول الكاتب: كل المدن التي دمرتها الحروب لم يجد معها الترميم نفعاً، كلها أعيد إعمارها من منطلق أن إعادة الإعمار عملية لا تقتصر على تشييد العمارة فقط، وإنما تشمل عملية البناء الواسعة التي تبدأ بإعادة تشكيل البيئة المحيطة بمتطلباتها من الخدمات والهياكل والبنى التحتية، وتمتد إلى جوهر الإنسان الذي خربته الحرب. هي عملية إعداد واسعة للإنسان الجديد الذي خرج من تحت أنقاض الحرب ليستلهم معاني الحياة في صورتها الجديدة التي لا تتوقف عند ترميم هذا المبنى أو ذاك، وإنما بما تحمله من آمال عريضة وأحلام واسعة وثقافة متجددة. اليمن بعد الحرب لا يحتاج إلى ترميم، وإنما إلى إعادة إعمار كاملة يجب أن تبدأ الآن في المناطق المحررة والتي سيكون التعامل معها نموذجاً لما تتوقعه اليمن من إعمار. إن على القائمين على المناطق المحررة أن يعيدوا صياغة فكرة الترميمات الجزئية في إطار رؤية شاملة لإعادة الإعمار، ويبحثوا ذلك بصراحة ومسؤولية مع التحالف، فمصداقية العلاقة المستقبلية تبدأ من هذه النقطة التي أعتقد أن طرقها في اللحظة الراهنة والبدء بتنفيذها سيستعيد المبادرة التي افتقرت إليها العلاقة خلال المرحلة الماضية. بعد عام من الحرب في مديرية الصلو، ماذا حدث حتى الآن؟ يقول موقع الموقع بوست إن إحدى النتائج هي تهجير أكثر من 500 أسرة ومئات الضحايا من المدنيين. ويقول الموقع إنه في مثل يوم أمس 7 أغسطس من العام الماضي دشنت ميليشيا الحوثي والمخلوع حربها في مديرية ريف تعز، حيث شنت هجوما من اتجاه دمنة خدير على مديرية الصلو. وشهدت مديرية الصلو منذ أغسطس العام الماضي 2016 حتى أغسطس هذا العام 2017 تطورات عسكرية لافتة من خلال سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على العديد من المناطق والمواقع العسكرية الاستراتيجية. وتبلغ مساحة مديرية الصلو 89.8 كيلومتر مربع، وتتكون إداريا من 11 عزلة من أصل 9 عزل تقع تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة، في حين لا تزال عزلتا الشرف والضباء بأكملها تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية. وطبقا لمصادر الموقع فإن مديرية الصلو ستتحرر قريبا.
في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم العديد من العناوين، بينها الرئيس يلتقي محافظ مأرب ويوجه بتنفيذ جامعة إقليم سبأ ومطار مأرب، وعنوان من صنعاء حسن زيد يقر بإصدار فتوى للحوثيين بقتل الرئيس هادي، ومن عدن بن دغر يضع حجر الأساس لتوسعة محطة المنصورة وطريق ميناء الحاويات كالتكس، وعنوان أمهات المختطفين يطالبن الصليب الأحمر بزيارة الأمن السياسي في صنعاء والميليشيا تعتدي عليهن بالضرب، وأخيرا برلمان الراعي يمهل حكومة بن حبتور 48 ساعة ما لم سيسحب الثقة. وفي الشأن المحلي أيضا كتبت نهى سعيد مقالا بعنوان مهزلة أنا نازل، نشره موقع صوت الحرية. المقال يأتي تعليقا على الدعوات التي أطلقها حزب المخلوع صالح للنزول في تظاهرة بصنعاء في ذكرى تأسيسه 32، وتقول الكاتبة يعتزم بعض الأشخاص التابعين لحزب المؤتمر الشعبي النزول إلى ميدان 70 بعد أن نزلوا مرة تلو الأخرى، ويكتب البعض على صفحات التواصل الاجتماعي أنهم سينزلون من أجل المطالبة بالتغيير، فقد بلغت الحلقوم كما يقال من ممارسات الفساد التي تطال الدولة من قبل ميليشيات الحوثي. على الأقل تم توضيح الهدف في هذه المرة. ما يحزنني هو الاستخفاف الذي يبديه صالح بهؤلاء الذين لا يزالون يؤمنون به، فبينما يشن حربا إعلامية على ميليشيات الحوثي وتبيين العداء بينهم، يمسك بكلتا يديه على يد رئيس المجلس السياسي للانقلاب صالح الصماد، ويتجولان سويا بين السفارات الروسية والإيرانية لإقناعهم بزيادة الدعم لضمان استمرار الانقلاب. من الناحية الأخرى يحاول علي صالح أن يلاطف دول التحالف تارة وأن يهددهم تارة أخرى لعله يضمن رجوعه أو رجوع ابنه للحكم إذا ما سقط الانقلاب الذي لم يعد يعول عليه كثيرا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة وباتت نهايته وشيكة. يعاود المخلوع صالح موجة التنسيب بشكل ملفت، إذن ما الحاجة إلى الجماهير السياسية في مدينة بلا سياسة وبلا دولة حيث الانقلاب هو الحاضر الوحيد فيها، والاحتفاء بذكرى حزب سياسي ساهم في الانقلاب على العملية السياسية والتعددية السياسية؟ بل ما الحاجة لأن تستمر هذه الجموع التي يغرر بها للاستمرار بهذا الحزب الذي أنشئ من البداية ليسخر كل الطرق لخدمة شخص ولضمان بقائه في الحكم لفترة طويلة؟ عصابة السطو المسلحة التي حاولت سرقة البنك الأهلي في عدن وقتلت مدير فرع البنك لم تنل عناصرها الجزاء الرادع رغم الإعلان عن القبض على عدد منهم. ولأجل تحريك القضية ووفقا لموقع عدن تايم، فقد نظم موظفو البنك الأهلي اليمني فرع عدن وقفة احتجاجية أمام مقر البنك بكريتر للمطالبة بتنفيذ القصاص بحق قتلة مدير فرع المنصورة عبد الله سالم النقيب وتوفير الحماية الأمنية لهم. ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة والجهات المختصة بالقصاص من العصابة التي نفذت عملية سطو فاشلة على البنك الأهلي فرع المنصورة وأسفرت عن استشهاد مدير الفرع وإصابة رجل أمن. وقال المحتجون إنهم سوف يستمرون في تصعيد الاحتجاجات حتى يتم تنفيذ مطالبهم كافة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. نتابع الأحداث ونرصد التطورات، نتناول الخبر من زوايا متعددة، لنصل معكم إلى أقرب صورة لدلالات وتداعيات المشهد اليمني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. أهلا بكم من جديد. يبدو أن بلدانا كثيرة تخلت عن دورها في حل الأزمة اليمنية، ففي صحيفة الحياة اللندنية عنوان يؤيد ذلك، الأردن تنفي لعب دور في التسوية اليمنية. ونفت مصادر دبلوماسية أردنية للحياة احتمال أن تكون عمان مقرا للقاءات الأطراف اليمنية
للبحث في جهود التسوية، وجاء هذا النفي تعليقا على تزامن زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إلى العاصمة الأردنية. وكان المخلافي قد بدأ زيارته الرسمية إلى عمان يوم السبت الماضي تلبية لدعوة وجهها إليه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت وصل فيه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أمس الاثنين ضمن جولته إلى عواصم عربية، وكان متوقعا أمس أن يستقبله الملك عبد الله الثاني. وفيما تحدث ولد الشيخ عن احتمالات كبيرة في أن تستضيف العاصمة العمانية مسقط لقاءات الأطراف اليمنية. وفق ما علمت الحياة من مصادر دبلوماسية أردنية، فقد شددت المصادر نفسها على أن المخلافي أبلغ السلطات الأردنية رغبة الحكومة اليمنية في أن تكون عمان عاصمة الحوار اليمني، وهو ما رفضته بشدة أطراف يمنية أخرى. اليمن يطلق عملية إعادة إعمار عدن، عنوان بارز في صحيفة العرب الجديد، حيث قال وزير الأشغال العامة معين عبد الملك في تصريح صحفي إن عملية إعادة إعمار المنشآت المتضررة جراء الحرب ستنطلق اليوم الثلاثاء في محافظة عدن. محافظ عدن عبد العزيز المفلحي من جهته قال إن الخطة تهدف إلى بناء منازل المواطنين التي تضررت بكلفة تقارب 80 مليون دولار عبر تمويل حكومي وبمساهمة من الصندوق العربي للإنماء بقيمة 2 مليون دولار. وبحسب المفلحي فإن الخطة ستنقسم إلى 3 مراحل، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولى 20 مليون دولار، وتشمل مديرية التواهي ومديرية المعلى ومديرية صيرة. وأوضح أنه عبر توقيع العقود الخاصة بالجزء الأول من المرحلة الأولى في مديرية التواهي سيتم تدشين الخطة اليوم، مضيفا أنه سيتم تدشين الخطة في بقية المديريات خلال الأيام القادمة. يكتب عبد الرحمن عرابي في صحيفة العرب الجديد مقالا عن نهاية عهد الجيوش النظامية. ينطلق الكاتب من حقيقة أن الجيوش النظامية يتراجع دورها في حروب اليوم لمصلحة أشكال مختلفة من الفرق القتالية غير التقليدية التي تتخذ أشكال ميليشيات عقائدية أو أخرى من المرتزقة الذين يجمعهم حب المال لقتال مختلف الجهات. وجاء في المقال أصبح سوق المرتزقة جزءاً لا يتجزأ من حلقة الحروب التي تنتج المزيد من المرتزقة الذين ينتجون بدورهم المزيد من الحروب، كما ساهم تشتت العديد من جيوش المنطقة كالجيش المصري أو السوري والليبي واليمني في تحول ضباط الجيوش وعناصرها إلى إدارة التنظيمات المتطرفة التي وجدوا فيها ضالة تعيد إليهم جزءاً من الاعتبار الشخصي أو لأسباب طائفية أخرى. لم يعد المرتزقة سرايا متفرقة يحتاج جمعها إلى مبعوثين يزورون دول الحروب لشراء خدمات مقاتليها، بل ساهمت دول كالإمارات وروسيا والولايات المتحدة في مأسسة سوق المرتزقة على نطاق واسع ودعم القدرات القتالية للمرتزقة بأنظمة الاتصالات والرصد المتطورة تحت غطاء الرسمي منها. وبات للشركات الأمنية التي تملك واجهات عمل قانونية مقر ثابت لطلب الخدمات القتالية منها، وأصبح تغيير اسم شركة كبلاك ووتر التي تورطت في قتل مدنيين عراقيين وإعادة إطلاق أعمالها سهلا وبسيطا بسهولة تسجيل شركة تجارية عادية. أما التنظيمات العقائدية فقد سبقت في سرعة تطورها العديد من جيوش المنطقة، بل وحلت محلها في تنفيذ العمليات العسكرية داخل البلدان. وقد أغرت التجارب الناجحة بالمعنى العسكري لحزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي وميليشيا الحوثي في اليمن مجموعات مختلفة في دول أخرى لاستنساخ هذه التجارب وإطلاق حركات شبه عسكرية تحظى بغطاء من السلطات المحلية وبدعم إقليمي يحجز لها موقعاً قتالياً في الحروب الإقليمية المشتعلة. وإن طالت المعارك الدائرة أو قصرت، فإن محاولة استيعاب مقاتلي هذه التنظيمات ضمن حدود أوطانها أو في مؤسسات الدولة سيشكل تحدياً كبيراً. أوباما ترك البيت الأبيض دون أن يرممه أو يجري فيه أي صيانة، وقد تحدثت العديد من الصحف عن هذا الأمر. ففي الشرق الأوسط عنوان أوباما ترك مهمة صيانة البيت الأبيض
لترامب. وقالت الصحيفة إن دونالد ترامب قضى جزءا كبيرا من رئاسته بعيدا عن البيت الأبيض الذي يعج بالذباب، وأقام خلال الفترة الأخيرة داخل كوخ في منتجع بولاية نيو جيرسي، حيث أخبر أصدقائه أن البيت الأبيض مستنقع بالمعنى الحقيقي. حقيقة الأمر أن الوضع المزري الحالي للبيت الأبيض لا علاقة له بمن يشغله اليوم، ذلك أنه مثل ما أوضحت جين ستارز في مقال في واشنطن بوست، فإن البيت الأبيض يرجع تاريخ إنشائه إلى قرون عدة، ولم يخطط مصمموه ومن عاشوا به خلال السنوات الأولى لأمور بالغة الأهمية مثل تجهيزات وتمديد الأسلاك وأعمال التوسعة وأنظمة التدفئة والتهوية التي ستظهر لاحقا الحاجة لدمجها في البناء خلال العقود المستقبلية. وأشارت ستارز إلى أن الرئيس هاري إسترومان كان يظن أن البيت الأبيض مسكون بالأشباح، وكان البناء بحالة مزرية اضطرته لإصدار أوامره بإجراء إصلاحات شاملة خلال أربعينيات القرن الماضي. وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه سيجري تركيب سلالم جديدة للمرة الأولى منذ 64 عاما بجانب غسل قطع السجاد التي دخلت البيت الأبيض في عهد إدارة أوباما. إلى أخبار البي بي سي الأكثر مطالعة، حيث قالت الشبكة القبض على رجال إطفاء بإيطاليا يشعلون حرائق عمدا لتلقي أجر إطفائها. وقالت البي بي سي قبض على 15 شخصا من المتطوعين في أفراد الإطفاء في إيطاليا للاشتباه بأنهم بدأوا بإشعال حرائق في جزيرة صقلية من أجل أن يحصلوا على مكافآت مالية عند إطفائها، ويتهم هؤلاء الأشخاص بالتزوير لأنهم حصلوا على مكافآت مالية من الدولة بمعدل 12 دولار في الساعة عند طلب السلطات منهم إخماد الحرائق. وبدأت السلطات التحقيق في القضية عندما لاحظ مسؤولون في مقاطعة راغوسا أن عدد الحرائق يزداد 3 أضعاف حينما يكون ذلك الفريق من أفراد الإطفاء بوجه خاص في العمل. وقيل إن قائد الفريق يذهب في شاحنته بينما يتستر زملاؤه على غيابه لإشعال بعض الحرائق، وبعد فترة يتوجه الفريق لإخماد الحرائق على نفقة الدولة، وفي أوقات أخرى يبلغ أصدقاء أو أقارب لهم السلطات بحدوث حرائق مزيفة باستخدام خطوط هواتف الطوارئ. ملاكم هندي يتخلى عن فوزه على منافسه الصيني ويهديه حزامه ويقول لا أريد هذا اللقب، ولكن ما هي الرسالة التي يريد إيصالها؟ يقول موقع هاف بوست عربي إن ملاكما هنديا فاز على منافسه الصيني في مباراة على لقب إحدى بطولات الملاكمة قبل أن يعرض منحه الجائزة كبادرة سلام بين البلدين اللتين تخوضان نزاعا حدوديا في جبال الهيمالايا. وتمكن الملاكم الهندي من التغلب على منافسه الصيني بفارق النقاط ليحتفظ بلقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ في الوزن المتوسط الممتاز التابعة، وليحصد حزام البطولة الشرقية في الوزن المتوسط والذي كان يحمله منافسه. وبعد حصوله على اللقب بإجماع لجنة التحكيم في مومباي، عانق الملاكم الهندي نجم سينما بوليود أميتاب باتشان وغيره من النجوم قبل أن يعود إلى حلبة الملاكمة، ثم أمسك بالميكروفون وقال لا أريد هذا اللقب، سأعيده إلى زولبي كار، وأضاف لا أريد توترا على الحدود، إنها رسالة سلام وهذا أمر هام. وفي جريدة الحياة كتب جهاد الخازن مقالا في زاويته اليومية عيون وآذان، مقالا بعنوان إدارة ترامب في الحضيض، استهله بالقول إن دونالد ترامب يعاني أو إن مشاكله من صنع يديه، ويتابع قائلا بعد 6 أشهر في البيت الأبيض نجد أن بعضا من كبار مساعديه طرد من العمل أو استقال. لم يحدث في تاريخ الرئاسة الأمريكية أن حصل مثل هذا التغيير خلال أشهر، ولعل أهم ما فيه أنه مستمر. مشاكل ترامب تتجاوز الأفراد الذين اختارهم بنفسه للعمل ثم انهال عليهم لوما. الكونغرس وقف ضد ترامب وشدد العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وكانت إدارة ترامب طلبت من روسيا سحب دبلوماسيين يعملون لها في الولايات المتحدة، ورد فلاديمير بوتين بطلب سحب حوالي 755 دبلوماسيا أمريكيا يعملون في روسيا. طبعا المواجهة مع كوريا الشمالية مستمرة، وهي أطلقت تجربة أخرى لصاروخ عابر للقارات،
وردت القوات الأمريكية في المنطقة بتدريبات معلنة لمواجهة ما تزعم أنه خطر عليها وعلى حلفائها. ثم هاجم ترامب الصين واتهمها بأنها لا تساعده ضد كوريا الشمالية، وزاد أن الصين لها تجارة مع بلاده بمئات بلايين الدولارات، وهذا الوضع لا يمكن أو لا يجب أن يستمر. ثم هناك إيران، وترامب كان وعد خلال حملته الانتخابية بأن يمزق الاتفاق النووي معها، إلا أنه لم يستطع حتى الآن. ووزير الخارجية ريكس تيلرسون أعلن رسميا أن إيران تلتزم شروط الاتفاق النووي. وزير الدفاع جيم ماتيس قال إن أكبر ثلاثة أخطار على بلاده هي إيران، إيران، إيران. الآن مجلس الشيوخ الأمريكي وهو كنيست باسم آخر يدرس إصدار قانون يمنع مقاطعة إسرائيل، وقد ثار جدل في الميديا الأمريكية حول مدى شرعية مثل هذا القرار. أقرأ أن أسس العمل الحكومي بدأت تنهار في ولاية ترامب. دونالد ترامب كارثة أمريكية، إلا أنها كارثة تلف العالم كله. مجموعة من الصور المختارة في مسابقة تصوير الفلك عام 2017 والتي ترصد الأضواء الشمالية والغيوم البراقة ومجموعة من الموضوعات الفلكية، وقد نشرتها شبكة البي بي سي. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.